صباح الخير يا تارك، إن شاء الله اليوم رح ناخد عن الأكويك أكسس تول بار. هلأ المرة الماضية أخذنا كيف نفتح برنامج البينت، أخذنا عن البينت ويندو كومبوننتس، أخذنا عن البينت باتون كوماندز. تمام، كيف إحنا بنفتح البينت؟ حكينا بنروح على ستارت، ننزل على ستارت، من هون بنختار أول بروجرام أكسسوارز ونختار برنامج البينت. الطريقة الثانية يا مس، إنه باجي هون عند السيرش بكتب paint. تمام، هي ظهر عندي هون paint، بضغط عليها بفتح برنامج الpaint، يا بروح بدور عليها بالسيرش بكتب paint البرنامج اللي بدي اياه، او عن طريق start بدور على accessories، من accessories بختار برنامج الpaint، start all programs accessories paint. تمام، بعدين عفوا بعدين حكينا عن الويندو كومبوننت. حكينا الويندو كومبوننت بتكون من 4 أجزاء، بتكون عندنا من الكويك اكسس تول بار، هاي هم هذا هو كويك اكسس تول بار. في عندي الفايل اللي بنحكي لها احنا نفسها البينت باتون، الفايل هي نفسها البينت باتون، وفي عندي التول بار هو شريط الادوات هي. واذا بنشوفه هذا كله اللي عم بمشي عليه، فيات الالوان والاشكال الشيبس والبرشرز وهدول التولز كله بنحكي له احنا تولز بار. تمام، واخر اشي في عندي الورك اريا، الورك اريا هيها مكان العمل، الصفحه البيضه اللي انا برسم عليها. بعدين حكينا يا مس عن البينت باتون كوماند. تمام، هي اوامر البينت باتون، البينت باتون حكينا هي نفسها فايل. تمام، اخذنا عن نيو تو كرييت ا نيو، تو كرييت ا نيو بينتينج، حتى انشئ صفحه جديده للرسم. حكينا الاوبن to open a previously saved file، بتفتح لي ملف سابق موجود عندي. save used to save changes made on a painting، انا كنت راسمه رسمه عندي عملت عليها تغييرات، بدي احفظ هاي التغييرات، بروح بضغط على save. بعدين اخذنا عن save as used to save the painting under a new name، انا كنت راسمه هاي الرسمه بدي احفظها باسم جديد، بروح بكبس على save as بغير اسم الملف او الرسمة اللي انا رسمتها. تمام، واخر اشي في عنا print، we use print to print painting. تمام، هلا لما اجي انا اكبس على print بنلاحظ طلعت لي هاي الويندو. تمام، طلعت لي هاي الويندو. هلا هون بهاي الويندو بحكي لك number of cubes، شايفينها؟ يعني عدد النسخ اللي بدي اطبعها، هون بزيد 1 2 3 4 5 قد ما بدي. تمام، يعني لما اجي اسالك هون قد ايه عدد النسخ المطبوعه اللي بدي اطبعها، راح تحكي لي 5. تمام، مثلا هون all يعني راح يطبع لي كل الرسمه الموجوده. تمام، هلا هون select printer شو اسم البرينتر. تمام، هلا one note for windows 10. تمام، هلا انا مش شابكه على برينتر. تمام، بس بالعاده انه هون بيطلع عندي انا اسم البرينتر اللي انا شابكه عليها. تمام، هلا هاي اذا بدي اعمل امر برينت وين راح احكي له برينت. تمام، اذا بدي اطبع راح احكي له برينت وراح يطبع عندي. اليوم ان شاء الله راح ناخذ عن الكويك اكسس تول بار، راح ناخذ عن الكويك اكسس تول بار. هاي الكويك اكسس تول بار باعلى الشريط عندي موجود، شايفين؟ بالكويك اكسس تول بار في عندي 3 أوامر، في عندي السيف، في عندي الأندو، وفي عندي الريدو. في عندي 3 أوامر، السيف، الأندو، والريدو. هلا قبل شوي احنا حكينا عن السيف، السيف شو بتعمل؟ to save changes made on the drawing. تمام، انه بتحفظ لي التغييرات اللي انا عملتها على رسمتي، بتحفظ لي التغييرات اللي انا عملتها على رسمتي سيف. طيب الطريقة الثانية وين بروح بعمل سيف؟ بروح على فايل سيف، شايفين؟ إذا عشان أنا أعمل حفظ للتغييرات اللي بعملها على رسمتي، يا بروح على الكويك أكسس تول بار بختار شكل الفلوبي ديسك هاد بالأعلى، أو بروح على فايل، من فايل شو بختار؟ بختار كلمة سيف. تمام، إذا أنا في عندي طريقتين للسيف، يا بروح على الفايل اللي هي أحيانا في عندكم بيكون اسمها البينت باتون. تمام، بيكون هيك شكلها زي الصفحة وعليها خطوط زي الدفتر. تمام، أو بيكون اسمها فايل، هي نفسها البينت باتون. الطريقة الثانية من طريق عن طريق الكويك اكسس تول بار. تمام، هلا انا بدي نفرض انا يا مس هلا انا رسمة